يأتي منصف يعيش خلافات مع أخوه وصلتهم للمحاكم، والسبب هو الورث. نخلي سيمونسوف يحكينا حكايته. كي تربينا في العائلة تربينا أسرة واحدة، ما فماش يعني ما عندناش خلافات، كان الوالد هو كل شيء، يعني ما أي حاجة أنا متكلف بها الوالد، احنا كل كما يد واحدة، ما كناش متفرقين. لكن المشكلة بيني وبين خويا، يعني خويا خرجت نجم نكون سافر قبل، ما يعني مات ما عاشش معانا كيما أخته الآخرين، هذه المشكلة. وحاجة أخرى يعني من قبل ممكن ما ثم حوايج هو ممكن ما يحبنيش، على خاطر ممكن أنا كان قبل الأكثرية الولد يميزني شوية، هو كان متكلف بكل شيء، هو اللي يبني، هو اللي يعمل كل شيء، ما حتى واحد ما يناقشه ولا يقول له هذيك حاجة متاعي ولا هذيك يقول له متاعي. كيف كبر يعني جاته الجلطة الأولى، حس اللي ما عادش عنده، يعني معناتها ما عادش مش يعيش 20 سنة ولا 10 سنين كالعادة، حب يقسم لنا. كي حب يقسم لنا يعني لمدوا اخواتي كليك على اساس باش يقسموا، خويا كبير رفض، وحب قال لك لا ناخذ كل من دون اخوتي، كي رفض ابويا قال له لا، قال له انت ما تحبش تاخذ كل، قال له ما نعطيكش، انا انسان حاج بيت ربي، وكل انسان بنى بفليساته، اي واحد اي انسان بنى بفليساته مش نعطيه نتاعو، ومش نقسم بالعدل. قسمنا الارض البر، الارض الفلاحيه، خاطر الوالد فلاح بالقامه يعمل لي، يعني عنده كل واحد قديش المترو تخلي في الارض نتاعي كل، وهز فيها سياش، صار فيها خلاف، مشيت للوالد كلمته قلت له راي الارض اللي عطيتها لي ملقاش ترى ناقص، هذا في حياته نداه، قال له كيفاش تدخل في ارض خوك وحكم عليه، قال له باش ترجع له حق، كل مره يعملوا لي مشكل مقاومة، يعملوا لي حلوا لي باب في وسط تحت الكازو تاع الدروش. كلمته ما حبش يستنفق، قال لي هذاك نتاعي، يقول لي كيفاش نتاعك، انا عندي كاغط واوراق وثائق، ماهيش، قلت له ماهيش سهله، قال لي لا نتاعي، جيت نهز الحد نتاعي على بشير عندي ولي نسيبه يخرج للشارع، قلت على الاقل نعمل حد كنت قاعد لك 10 متر او كي يلعب فيها ونعمل له درجيحة ويقعد الوليد فيها، قال لي لا ما تهزليش حد، هذاك هو نتاعي انا، جيت نكلمه ما سلمتش منه. ومشكله فيش هو كي يعمل لي مشكله هو يخبي راسه، واش يعمل لي؟ يبعث لي ولده يجيني ما يخلي ما يسمعني، وخويا يتفرج، المصيبه فيش خويا يتفرج، ولد امي وابويا، فمشي واحد يعني من خوه ولد امه وابوه قاعد هو يتفرج مخبي راسه، ويبعث لولده يقول له برا سب عمك وسمعه ما يكره، ووصفه يعني بابشع الانعاد. انا الشيء هذا قاعد يصير، وحتى اخوتي يعني معناتها طول الساعه الحاضره الأكثرية تبعوه، حتى كان الواقع تبعوه، علاش؟ خاطر يصير مني شوية دقيق من قبل، عديت قضيت المحكمة على أساس باش نهز نبدي سياسي، على الأقل أنا مش طالب منه شيء، أنا مش طالب منه باش نفك له حاجته، أنا طالب باش نهز الحد نتاعي ونسكر بيبي، مش طالب أنا مستحيل عندي قطع أرض مش نسكر عليها، ونخلي على الأقل صغار يلعبوا فيها، مش نفك له حاجته، وهو أصل ما عندوش فيها حتى شيء. يعني متحجج يقول لك لا يحب ياخذها، يعني معناتها بدون وثائق وبدون حتى شيء، يعني بالقوه يحب ياخذها بالقوة، يعني على حساب بويا كان حتى من كان لما الفلوس من الناس كلها باش يبني، يعني حب يخلينا يد واحده، لكن الله قلب مشى، هو كل شيء ضاع، هو قبل حتى كي كان الاخر يغلط ولا اي واحد يغلط يرجع، كان كبير يحكم، كان كي يقف على حاجه يقول لك الحاجه لازم تصير، يعني تتنفذ على الناس كليك، مشى هو كل شيء ضاع. زيد ما انا ما عادش تو كان بويا موجود ممكن مشكلتي نحلها، الوالد توفى ما عادش نجم نعمل حتى شيء، ممكن اليوم واسع غدوه ضيق ما يعرفش، وهذا حق، انت مش تاخذ حق خوك بالباطل، ما تصيرش، ويستحيل عمر الانسان راهو مش راهو ماهيش مش الدوم، ولو كان دامت راهي دامت البويا دامت جدي كان عندهم هناش، مادام حتى هزوا شي بويا ما هز حتى شيء.